بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فبتوفيق الله عز وجل ومنة منه تم القبض على المدعي على المدعى علي أبو صوى، هذا الذي كان يفتي الناس باستحلال الدم، وهذا الذي كان يقول بأن القذافي ولي أمر وواجب عليه الطاعة، قبض عليه عن طريق شباب المنصورة، شباب المنصورة. والآن نسمح له بأن يلقي كلمة للشعب الليبي المنتفض على الظلم، على الطغيان، على الكفر وأتباع الكفر، فليلقي كلمة للشعب الليبي بعد الانتصار. وأود أن يلقي كذلك كلمة في حسن المعاملة، إن صح لنا حسن المعاملة. فتفضل. امتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ثم أما بعد، في بداية لا بد من الترحم على الشهداء، ولا بد من مباركة الشعب الليبي. وأريد أن أقول إن كنت يقبل مني فتوى في كل حق الشعب الليبي، أولا أريد أن أقول أن كلامي هذا ليس مبني على ضغط من الإخوة الذين حولي ولا من الثوار الذين دخلوا بيتي وألقوا القبض علي، أنهم ضغطوا علي لكي أطلب طلبوا مني كلمة أو أن أوجه يعني خطاب يخدم مصلحتهم، لكن هذه حقيقة، وجهاز الكمبيوتر يشهد بذلك، وهو قد كتبت قبل أن أتكلم بها، أنني أدعو عموم إخواني من الشعب الليبي لالتزام السمع والطاعة للثوار وللمجلس الوطني حقنا للدماء وحرصا على وحدة الكلمة، وأني قد كتبت خطابا وبيانا منذ دخول الثوار إلى طرابلس، وأن شيخ الإسلام ابن تيمية يقول بالحرف الواحد: إذا استتب الأمر والتزم وسيطرت جهة معينة أو ثوار أو ولي أمر على الأمر في بلاد معينة، فينبغي السمع والطاعة له، لأن ذلك واجب شرعي. فالآن أنا أتوجه لعموم إخواني المسلمين الليبيين في جميع ليبيا بأن يلتزموا السمع والطاعة للمجلس الوطني حرصا على حقن الدماء، وأن ذلك فيه مصلحة البلاد والعباد. هذا من جهة، وقلت هذا الكلام بمنطلق إرادتي لأنه يخدم الشرع. وأما سوء الظن الذي ظنها به الأخوة من أنني كنت أحرض على الدم أو جبت أي شخص لكي يحرض على الدم الليبي، فأنا أبرأ منه، وعندي من الأدلة ومن الأشرطة ما أدافع بها عن نفسي. ولكن إذا جرى تحقيق عادل، وهذا الظن بالجماعة، أنني سأدافع عن نفسي ومستعد أن أواجه العقوبة التي يراها المجلس التشريعي أو الشرعي أو المشايخ الذين هم من ضمن المجلس الوطني. فهذا الذي يدين الله عز وجل به. وإن كان قد ثبت أنني كتبت بيانا وحاولت إرساله على الإنترنت، إلا أن لم تكن الإنترنت متوفرة لدي قبل دخول الثوار إلى بيتي، فبها ونعمة، وإلا فهم وشأنهم ماذا يفعلون من ناحية الحكومة الشرعية وتحكيم شرع الله عز وجل في موقفي الذي كنت أخوضه طوال الأحداث الليبية من محاولة لحقن الدماء. وإن كنت حسبت على النظام وكنت أناقش بعض الأخوة وأقول أنا مستعد أن نواجه أي توبيخ إلا أن أحسب على النظام الليبي، هذا قلته مكرر في عدة حلقات، اجتهدت في بعض المسائل أخطأت فيها، فشأنهم الأخوة هم يتحاكمون. كلمة مع الشيخ علي معك.